أهلا وسهلا بكم. اليوم وصلنا إلى المحاضرة رقم 9 والتي بعنوان الطوفان. قبل الثورة الذهنية عاشت كل الأنواع البشرية على الأراضي الأفرو-آسيوية حصريا. صحيح أنهم استوطنوا جزرا قليلة بالسباحة لمسافات قصيرة في الماء أو باستخدام أطواف مرتجلة. استعمرت جزيرة فلوريس على سبيل المثال قبل 850 ألف سنة، إلا أنهم مع هذا لم يكن بإمكانهم الإقدام على عبور البحار المفتوحة، لذا لم يصل أي منهم إلى أمريكا أو أستراليا أو الجزر البعيدة مثل مدغشقر ونيوزيلندا وهاواي. لم يمنع الحاجز البحري البشر فقط من الوصول إلى العالم الخارجي، بل كذلك منع الحيوانات والنباتات الأفرو آسيوية الأخرى. ونتيجة لذلك تطورت متعضيات الأراضي البعيدة مثل أستراليا ومدغشقر في عزلة لملايين ملايين السنين، متخذة أشكالا وطبائع مختلفة جدا عن قريباتها الأفرو آسيوية البعيدة. كان كوكب الأرض مقسما إلى عدة أنظمة بيئية متميزة، يتكون كل واحد منها من تجمعات فريدة من حيوانات ونباتات، وكان الإنسان العاقل على وشك أن يضع نهاية لهذه الوفرة البيولوجية. اكتسب العقلاء عقب الثورة الذهنية التقنية والمهارات التنظيمية وربما حتى الرؤية الضرورية للانطلاق من أفرو آسيا واستيطان العالم الخارجي، حيث كان أول إنجاز لهم استعمار أستراليا قبل حوالي 45 سنة. واجهت الخبراء صعوبة في تفسير هذا الإنجاز العظيم، فللوصول إلى أستراليا كان على البشر أن يعبروا عددا من القنوات البحرية يبلغ عرض بعضها أكثر من 100 كيلومتر. وغداة وصولهم كان عليهم أن يتكيفوا في ليلة وضحاها على وجه التقريب على نظام بيئي جديد تماما. تقترح النظرية الأكثر قبولا أنه قبل 45 ألف سنة طور العقلاء الذين كانوا يعيشون في الأرخبيل الإندونيسي، وهذا الأرخبيل هو مجموعة من جزر تفصلها عن آسيا وعن بعضها البعض بضائق ضيقة فقط. طور العقلاء هناك أول المجتمعات البحرية، حيث تعلموا كيف يبنون المراكب العابرة المحيطات ويتحكمون بها ليصبحوا صيادي أسماك المسافات الطويلة وتجارا ومكتشفين. كان هذا سيجلب تحولا غير مسبوق في مقدرات البشر وأنماط حياتهم. كان على كل أحد من الثدييات ذهب إلى البحر من الفقمات وأبقار البحر والدلافين أن يتطور لدهور حتى ينمي أعضاء متخصصة وجسما إنسيابيا، بينما أصبح العقلاء في إندونيسيا أخلاف أشباه البشر الذين عاشوا في الصافانا الإفريقية بحاري المحيط الهادئ من غير أن تنمو لهم زعانف ومن غير أن ينتظروا تحرك أنافهم في قمم رؤوسهم كما فعلت الحيتان. بنوا المراكب وتعلموا كيف يوجهونها، ومكنتهم هذه المهارات من الوصول إلى أستراليا واستيطانها. على الأثريين أن ينقبوا بعد عن أطواف أو مجاديف أو قرى صيد يعود تاريخها إلى 45 ألف سنة. بالطبع سيصعب اكتشافها لأن مستويات البحر المتصاعدة دفنت حواف شواطئ إندونيسيا العتيقة تحت 100 متر من المحيط. مع هذا فهناك أدلة ظرفية قوية
تعزز هذه النظرية، وخاصة حقيقة أنه خلال آلاف السنوات بعد استيطان أستراليا استعمر العقلاء عددا كبيرا من جزر صغيرة ومعزولة تقع على الشمال منها، بعضها مثل جزيرة بوكا ومانوس كان معزولا عن أقرب أرض بمئتين كيلومتر من المياه المفتوحة. ورغم أنه من الصعب تصديق أن أي أحد تمكن من الوصول إلى مانوس واستيطانها من غير مراكب معقدة ومهارات إبحار، هناك أيضا دليل قوي لتجارة بحرية منتظمة بين بعض هذه الجزر مثل نيوزيلندا ونيو بريطان. تشكل رحلة البشر الأوائل إلى أستراليا واحدة من أهم الأحداث في التاريخ، إنها على الأقل بأهمية رحلة كولومبوس إلى أمريكا أو بعثة أبولو 2 إلى القمر. كانت في الواقع المرة الأولى التي يتمكن فيها بشري من مغادرة نظام أفرو آسيا البيئي، بل وأول مرة يتمكن فيها أحد الثدييات البري أن يعبر من أفرو آسيا إلى أستراليا. والأكبر أهمية من هذا هو ما فعله الرواد البشر في ذلك العالم الجديد. كانت اللحظة التي وطئت فيها قدم أول صياد جامع شاطئا أستراليا هي اللحظة التي تسلق فيها الإنسان العاقل إلى الحلقة الأعلى في سلسلة الغذاء في أرض محددة، ليصبح من حينها النوع الأخطر في تاريخ كوكب الأرض. أظهر البشر حتى ذلك الحين بعض التكيفات والسلوكيات المبتكرة، لكن تأثيرهم على بيئتهم كان معدوما. أحرزوا نجاحا باهرا في التنقل إلى مواطن مختلفة والتكيف معها، لكنهم فعلوا ذلك من غير أن يغيروا كثيرا في هذه المواطن. أما مستوطنو أستراليا أو بدقة أكبر غزاتها، فإنهم لم يتكيفوا وحسب، بل حولوا نظام أستراليا البيئي تحويلا غير ملامحه تغييرا كاملا. جرفت الأمواج بسرعة أول أثر قدم على شاطئ أسترالي رملي. مع هذا، حين تقدم الغزاة داخل الأراضي تركوا خلفهم أثرا آخر، أثرا لا يمكن محوه. وحين اقتحموا مجاهلها واجهوا عالما غريبا لمخلوقات مجهولة تضمنت كنغرا بطول مترين ووزن 200 كيلوغراما، وأسدا جرابيا بضخامة نمر حديد. كان هو الحيوان المفترس الأكبر في القارة. كانت هناك دببة كوالا تخشخش فوق الأشجار، وكانت أكبر بكثير من أن تكون محبوبة ولطيفة. وكان ثمة طيور عاجزة عن الطيران بضعف أحجام النعامات تعدو في السهول، وزحفت عبر النباتات الكثيفة سحال شبيهة بالتنانين وآفاع بطول 7 أقدام، وتجول في الغابات دب الدبروتودون الضخم الذي يزن 2.5 طن، وباستثناء الطيور والزواحف كانت جميع هذه الحيوانات جرابية مثل الكنغر، تلد صغارا ضئيلة عاجزة تشبه الأجنة، تتغذى بعدها على الحليب في جيوب بطنية. كانت الثدييات الجرابية غير معروفة تقريبا في إفريقيا وآسيا، لكنها كانت السائدة في أستراليا. وفي غضون 4000 من السنين تلاشت كل هذه الحيوانات الضخمة فعليا، فمن بين 24 نوعا من الحيوانات الأسترالية التي تزن 50 كيلوغراما فأكثر انقرض 23 منها،
اختفى أيضا عدد كبير من أنواع أصغر. كان ذلك التحول الأهم لنظام استراليا البيئي لملايين السنين. هل كان ذلك كله هو ذنب الإنسان العاقل؟ إلى هنا ننتقل إلى عنوان آخر من هذه المحاضرة، وهو مذنبون بالتهمة الموجهة إليهم. تحت هذا العنوان يقول الكاتب: يحاول بعض العلماء تبرئة نوعنا واضعين اللوم على تقلبات المناخ، وهي كبش الفداء المعتاد في مثل هذه الحالات. مع هذا فمن الصعب تصديق أن الإنسان العاقل كان بريئا تماما. هناك ثلاث قرائن تضعف من استخدام حجة المناخ هذه، وتتهم أسلافنا بانقراض الحيوانات الأسترالية الضخمة. أولا، وبالرغم من أن طقس أستراليا تغير منذ حوالي 45 ألف سنة، فإن ذلك لم يحدث اضطرابا كبيرا. من الصعب أن نصدق أن أنماط المناخ وحدها سببت مثل هذا الانقراض الشامل. من الشائع هذه الأيام أن يفسر أي شيء وكل شيء بتغيير المناخ، لكن الحقيقة هي أن مناخ الأرض لا يهدأ أبدا، فهو في تدفق مستمر، وكل حدث في التاريخ وقع على خلفية بعض التغيرات في المناخ. بالتحديد خبر كوكبنا دورات عديدة من البرودة والدفء، وخلال المليون سنة الأخيرة كان هناك عصر جليدي كل 100,000 سنة في المتوسط، واستمر العصر الأخير من حوالي 75,000 سنة خلت إلى 15,000 سنة خلت، وكان لهذا العصر ذروتان، وهو أمر ليس نادرا لعصر جليدي. الأولى قبل حوالي 70,000 سنة، والثانية قبل حوالي 20,000 سنة. ظهر دب الدبر تودون الضخم في أستراليا قبل أكثر من 1.5 مليون سنة، وتأقلم بنجاح مع 10 عصور جليدية سابقة على الأقل، ونجا أيضا من الذروة الأولى للعصر الجليدي الأخير قبل حوالي 70,000 سنة. فلماذا اختفى إذن قبل حوالي 45,000 سنة؟ بالطبع لو كان هذا الدب هو الحيوان الضخم الوحيد الذي اختفى في هذا الوقت، فلربما كان الأمر مجرد حظ سيء. لكن أكثر من 90% من حيوانات أستراليا الضخمة اختفت مع دب الدبر تودون. ومع أن هذا الدليل ظرفي، لكن من الصعب تصور أن العقلاء وصلوا إلى أستراليا بالصدفة المحضة في نفس الوقت بالضبط الذي ماتت فيه كل هذه الحيوانات من البرودة. ثانية، حين يسبب تغير المناخ انقراضات كبيرة، فإن مخلوقات البحر عادة ما تتأثر بشدة، مثلها مثل ساكني اليابسة. ومع هذا فليس هناك دليل على أي اندثار مهم للحيوانات البحرية قبل 45,000 سنة، ويمكن لتدخل البشر أن يفسر بسهولة سبب موجة الانقراض التي محت الحيوانات الكبيرة الأرضية لأستراليا، تاركة تلك الموجودة في المحيطات القريبة. وبصرف النظر عن قدراتها الإبحارية المتنامية، فقد كان الإنسان العاقل لا يزال خطرا أرضيا لا يقهر. ثالثا، حدثت الانقراضات الكبيرة المماثلة لنموذج الهلال الأسترالي مرارا في الألفية الثالثة، وكانت تحدث في كل مرة استوطن فيها الإنسان جزءا آخر من العالم الخارجي. وفي هذه الحالات فإن ذنب العقلاء غير قابل للدحض،
فمثلا عانت الحيوانات الكبيرة لنيوزيلندا وهي التي عايشت تغيرات المناخ المزعومة قبل 45,000 سنة من غير خدش واحد، عانت من ضربات مدمرة مباشرة بعد أن وطأت أقدام أول البشر لهذه الجزيرة. وصل غزاة موريس ونيوزيلندا العقلاء الأوائل إلى هذه الجزر قبل حوالي 800 سنة، وفي غضون قرن أو قرنين انقرضت معظم الحيوانات الكبيرة المحلية بالإضافة إلى 60% من كل أنواع الطيور. لاقت تجمعات الماموت في جزيرة رانجيل في المحيط القطبي الشمالي، ويوجد قرب حوالي 200 كيلومتر شمال شاطئ السيبيري. لاقت هذه المجموعات من الماموت هناك مسيرا مشابها. ازدهرت الماموثات لملايين السنين في معظم نصف الكرة الشمالي، لكنها تقهقرت مع انتشار الإنسان العاقل، بداية في أوراسيا ثم في شمال أمريكا. بعد ذلك وقبل 10,000 سنة لم يكن هناك ماموت واحد في العالم عدا في جزر قطبية شمالية نائية قليلة، أبرزها رانجيل. واستمرت ماموثات رانجيل في الازدهار لألفيات قليلة لاحقة، ثم اختفت فجأة قبل حوالي 4,000 سنة، في نفس الوقت الذي وصل فيه البشر الأوائل إلى الجزيرة. لو اعتبرنا الانقراض الأسترالي حدثا معزولا، لكان باستطاعتنا أن نمنح البشر ميزة عدم تأكدنا، لكن السجل التاريخي يبرز الإنسان العاقل على أنه قاتل بيئي متمرس. من ناحية أخرى، فإن كل ما كان تحت تصرف مستوطني أستراليا هو مجرد تقنية العصر الحجري، فكيف استطاعوا أن يسببوا بها كارثة بيئية؟ هناك 3 تفسيرات تتلاءم جيدا مع بعضها. تتناسل الحيوانات الكبيرة وهي الضحايا الأساسية للانقراض الأسترالي، تتناسل ببطء، فالحمل يستغرق وقتا طويلا، والنسل الناتج عن حمل واحد قليل، وهناك استراحات طويلة بين كل حمل وآخر. نتيجة لذلك، فلو أن البشر أنقصوا من دببة الدبروتودون واحدا فقط كل 4 شهور، فإن ذلك سيكون كافيا لجعل وفيات الدب الدبروتودون أكثر من مواليدها، وفي غضون 4,000 من السنوات على الأكثر كان سيزول آخر دب دبروتودون، وسيزول معه كامل النوع. في الحقيقة، من المحتمل أن دببة الدبروتودون وعمالقة أستراليا الآخرين كانت سهلة الاصطياد بسبب حجمها بالذات، لأنها كانت ستؤخذ على حين غرة من قبل مهاجميها من ذوي الرجلين. تجولت أنواع بشرية مختلفة وتطورت في أفرو آسيا لمليوني سنة، وشحذوا مهاراتهم في الصيد ببطء، وبدأوا في مطاردة حيوانات ضخمة قبل حوالي 400,000 سنة، وتعلمت الوحوش الكبيرة في إفريقيا وآسيا تجنب البشر. لذلك حين ظهر المفترس الكبير الجديد الإنسان العاقل في المشهد الأفرو-آسيوي، كانت الحيوانات الكبيرة تعرف أن عليها أن تبقى بعيدة من المخلوقات الشبيهة به. في المقابل، لم يسعف الوقت عمالقة أستراليا لتعلم الهرب، والبشر تحديدا لا يبدون خطيرين، فهم لا يملكون أسنانا حادة طويلة ولا أجساما عضلية رشيقة. لذا حين وقع بصر دب دبروتودون وهو أكبر جرابي مشى على الأرض على الإطلاق، حين وقع بصره لأول مرة على هذا القرد ضعيف البنية، فمن المحتمل أنه رمقه بنظرة خاطفة
ثم استمر في مضغه للأوراق. كان على هذه الحيوانات أن تطور خوفا من النوع البشري، لكنها قبل أن تتمكن من ذلك كانت قد تلاشت. يتعلق التفسير الثاني بأنه في الوقت الذي وصل فيه العقلاء إلى أستراليا كانوا قد أتقنوا الزراعة بالحرق، وإزاء بيئة خطيرة وغريبة يبدو أنهم أحرقوا عن عمد مناطق شاسعة من أجمات لا يمكن اجتيازها وغابات كثيفة لخلق مروج مفتوحة جذبت بسهولة طرائد الصيد، وكانت أفضل تجهيزا لاحتياجاتهم، ولهذا غيروا تماما النظام البيئي لأجزاء كبيرة من أستراليا في غضون بضعة ألفيات. تأتي بعض الأدلة التي تدعم هذه النظرية من سجل النباتات المتحجرة. كانت أشجار الأكاليبتوس نادرة في أستراليا قبل 45,000 سنة، لكن وصول الإنسان العاقل افتتح عصرا ذهبيا لهذا النوع، ولأن أشجار الأكاليبتوس تحديدا مقاوم للحرائق فإنه انتشر بعيدا وكثيرا بينما اختفت الأشجار والشجيرات الأخرى. أثرت هذه التغيرات في النباتات على الحيوانات العاشبة التي أكلت النباتات، وأثرت كذلك على الحيوانات اللاحمة التي أكلت الحيوانات العاشبة. أما حيوان الكوالا التي تقتات حصريا على أوراق شجر الأكاليبتوس فقد مضغت طريقها إلى مناطق جديدة، فيما عانت معظم الحيوانات الأخرى كثيرا، وتهاوت كثير من سلاسل الغذاء الأسترالية دافعة الحلقات الأضعف فيها إلى الانقراض. يتفق التفسير الثالث، مع أن الصيد والزراعة بالحرق لعبا دورا مهما في الانقراض، لكنه يؤكد على أننا لا نستطيع أن نلغي تماما دور المناخ. زعزعة تغيرات المناخ التي انتابت أستراليا قبل حوالي 45,000 سنة زعزعت النظام البيئي وجعلته تحديدا عرضة للعطب، ففي الظروف الاعتيادية ربما تعافى النظام كما حدث عدة مرات سابقة. مع هذا ظهر البشر على المسرح في هذه الفترة بالضبط ودفعوا بالنظام البيئي الهش إلى الهاوية. كانت توليفة تغيير المناخ وظهور الإنسان الصياد بالتحديد مميتة للحيوانات الكبيرة لأنها هاجمتها من زوايا مختلفة، فمن الصعب إيجاد استراتيجية للبقاء تعمل في وقت واحد ضد أخطار متعددة. من غير أدلة أكثر، ليس هناك طريقة للاختيار بين هذه السيناريوهات الثلاثة، لكن هناك بالطبع أسباب وجيهة للاعتقاد أنه لو لم يذهب الإنسان العاقل أبدا إلى أستراليا وما حولها فإنها ستكون ما تزال مواطن الأسود الجرابية ودببة الدبر تودون والكناغر الضخمة. إلى هنا ننتقل إلى عنوان آخر وهو نهاية حيوان الكسلان. من المحتمل أن انقراض الحيوانات الأسترالية الكبيرة كان العلامة المهمة الأولى التي تركها الإنسان العاقل على كوكبنا وأعقبتها كوارث بيئية أكبر. هذه المرة في أمريكا كان الإنسان العاقل النوع البشري الأول والوحيد الذي وصل إلى أراضي نصف الكرة الأرضية الغربي قبل حوالي 16,000 سنة، أي في حدود 14,000 سنة قبل الميلاد. وصل الأمريكيين الأوائل مشيا على الأقدام،
واستطاعوا فعل ذلك لأن مستويات البحر حينها كانت منخفضة كفاية، بحيث أن جسرا بريا ربط شمال سيبيريا الغربي بشمال ألاسكا الشرقي. ولم يكن ذلك أمرا يسيرا، بل كان رحلة عسيرة، ربما أصعب من عبور البحر إلى أستراليا. فمن أجل العبور كان على العقلاء أن يتعلموا أولا كيف يقاومون ظروف القطب الشمالي المتطرفة في شمال سيبيريا، وهي منطقة لا تشرق عليها الشمس أبدا في الشتاء، وحيث يمكن لدرجة الحرارة أن تنخفض إلى 60 درجة تحت الصفر. لم يتمكن أي نوع بشري سابق من اختراق أماكن مثل شمال سيبيريا، فحتى نياندرتال المتكيفون على البرودة حصروا أنفسهم في مناطق جنوبية دافئة نسبية. لكن الإنسان العاقل الذي تكيف جسمه على العيش في سافانا إفريقيا بدلا من أراضي الثلج والجليد أبدع حلولا حاذقة، حين هجرت جماعات الجامعين العقلاء المتجولة إلى مناخات أبرد تعلموا صنع أحذية ثلوج وملابس مدفئة تتكون من طبقات من الفرو والجلد مخيطة معا بإحكام بمساعدة إبر الخياطة. طوروا كذلك أسلحة جديدة وتقنيات صيد معقدة مكنتهم من تتبع الماموثات وطرائد أقاصي الشمال الكبيرة الأخرى وقتلها. وبتطور الملابس المدفئة وتقنيات الصيد تجرأ العقلاء على المغامرة بالتوغل أعمق فأعمق في المناطق المتجمدة. وبتحركهم شمالا تواصل التحسن في ملابسهم واستراتيجياتهم للصيد ومهاراتهم الأخرى من أجل البقاء. لكن لماذا اهتموا بذلك؟ لماذا ينفي المرء نفسه إلى سيبيريا باختياره؟ لربما دفعت بعض الجماعات للنزوح شمالا بسبب حروب أو ضغوط سكانية أو كوارث طبيعية، ولربما أغريت جماعات أخرى للذهاب شمالا ببواعث أكثر إيجابية مثل البروتين الحيواني. كانت أراضي القطب الشمالي مليئة بحيوانات طرية ضخمة مثل حيوانات الرنة والماموث، وفر كل ماموث كمية كبيرة من اللحم الذي وباعتبار درجة الحرارة المتدنية جدا يمكن أن يحفظ للاستعمال لاحقا. وكذلك وفر الماموث الكثير من الدهن اللذيذ والفرو الدافئ والعاجي الثمين. وكما تشهد المكتشفات من سانجير فإن صيادي الماموث لم يتمكنوا من البقاء في الشمال المتجمد فحسب، بل وازدهروا أيضا، وبمرور الوقت انتشرت الجماعات أكثر وأبعد متعقبة الماموثات والمصطدونات ووحيدات القرن وحيوانات الرنة. وحوالي 14,000 سنة قبل الميلاد أخذت المطاردات بعضا منهم من شمال سيبيريا الشرقي إلى ألاسكا. بالطبع لم يعلموا أنهم كانوا يكتشفون عالما جديدا، فبالنسبة للماموث والإنسان على السواء كانت ألاسكا مجرد امتداد لسيبيريا. أعاقت الكتل الجليدية في بداية الأمر الطريق من ألاسكا إلى بقية أمريكا، غير سامحة إلا ربما لقليل من الرواد المعزولين باكتشاف الأراضي الممتدة جنوبا. مع هذا فحوالي سنة 12 قبل الميلاد أذاب ارتفاع درجة حرارة الأرض الجليد وفتح ممرا أسهل، وبالاستفادة من هذا الممر الجديد تحرك الناس جنوبا في تجمعات كبيرة منتشرين في كامل القارة. وبالرغم من أنهم تكيفوا على صيد الطرائد الكبيرة في القطب الشمالي إلا أنهم تأقلموا بسرعة حيال تنوع مدهش من المناخات والأنظمة البيئية،
استوطن أخلاف السيبيريين الغابات الكثيفة لشرق الولايات المتحدة ومستنقعات دلتا الميسيسيبي وسحاري المكسيك والأدغال الحارة الرطبة لأمريكا الوسطى. صنع البعض منازلهم في عالم نهر حوض الأمازون، بينما طرق آخرون دروبا في أودية جبال الأنديز أو في سهوب الأرجنتين المفتوحة. حدث كل هذا في ألفية أو اثنين فقط. وبحلول سنة 10,000 قبل الميلاد سكن البشر النقطة الأقصى جنوبا في أمريكا، جزيرة تيرا ديل فويغو في الرأس الجنوبي للقارة. يشهد انتشار البشر الخاطف عبر أمريكا على براعة الإنسان العاقل المنقطعة النظير وقابليتهم المتفوقة للتكيف، إذ لم يتمكن حيوان آخر أبدا من التنقل في مثل هذه التشكيلة الضخمة من المواطن المتباينة جدا بهذه السرعة. أي أنه باستخدام الجينات نفسها عملية بلغ الإنسان العاقل كل مكان. في الحقيقة أنا أستمتع بقراءة هذا الكتاب، هو كتاب مذهل حقا. نكمل. لم يحدث استيطان أمريكا بلا دماء، خلف قافلة طويلة من الضحايا. كانت تشكيلة الحيوانات الأمريكية قبل 14,000 سنة أثرى بكثير منها اليوم، فحين تقدم الأمريكيون الأوائل جنوبا من ألاسكا إلى سهول كندا والولايات المتحدة الغربية واجهوا ماموثات ومصطدونات وقوارض بحجم الدببة وقطعان أحصنة وجمال وأسود ضخمة وعشرات الأنواع الضخمة التي لا تشابه أيا من الحيوانات المعروفة اليوم، من ضمنها قطط مخيفة سيفية الأسنان وحيوانات كسلان أرضية ضخمة وصل وزنها إلى 8 أطنان وارتفاعها إلى 6 أمتار. وضم شمال أمريكا مجموعة حيوانات غريبة من الثدييات والزواحف والطيور الضخمة. في الحقيقة كانت قارة أمريكا مختبرا عظيما لتجارب التطور. تطورت فيه وازدهرت حيوانات ونباتات غير معروفة في إفريقيا وآسيا، بيد أنها لم تعد موجودة. ففي غضون 200 سنة بعد وصول العقلاء اختفت معظم هذه الأنواع الفريدة. واعتمادا على التقديرات الحالية ففي تلك الفترة القصيرة فقدت شمال أمريكا 34 من 47 جنسا من الثدييات الضخمة، بينما فقدت جنوب أمريكا 50 من 60 جنسا. واختفت القطط السيفية الأسنان بعد أن ازدهرت لأكثر من 30 مليون سنة، وكذلك اختفت حيوانات الكسلان الأرضي العملاقة والأسود الضخمة والخيول الأمريكية الأصلية والجمال الأمريكية الأصلية والقوارض الضخمة والماموثات. وانقرضت كذلك آلاف الأنواع من الثدييات والزواحف والطيور الأصغر وحتى الحشرات والطفيليات. طبعا حين ماتت الماموثات تبعتها كل أنواع قراد الماموث إلى النسيان. حقا إن الإنسان العاقل هو وبال ونقمة على الكائنات الحية على الأرض، فأينما حطت رجليه الفاجرتين منطقة من الأرض حل الوبال والخراب والإبادة للكائنات الحية الأخرى. نكمل. نقب علماء الأحافير وعلماء الآثار الحيوانية، وهم الأشخاص الذين يبحثون ويدرسون بقايا الحيوانات، نقبوا لقرون سهول وجبال أمريكا بحثا عن العظام المتحجرة للجمال العتيقة والروث المتصلب لحيوانات الكسلان الضخمة. وعندما وجدوا ما كانوا يبحثون عنه جمعت هذه الكنوز بحذر وأرسلت إلى المختبرات. خلصت هذه التحاليل مرارا وتكرارا
إلى نفس النتائج. تعود كرات الروث وعظام الجمال الأحدث إلى الفترة التي غزا فيها البشر أمريكا، أي بين حوالي سنة 12000 وسنة 19 قبل الميلاد، وفي منطقة واحدة فقط. اكتشف العلماء كرات روث أصغر سنا، عثروا في جزر كاريبية متعددة وتحديدا في كوبا وهسبانيولا، على فضلات حيوان كسلان أرضي متحجرة تعود إلى حوالي سنة 5000 قبل الميلاد، وهو تحديدا نفس الوقت الذي تمكن فيه البشر الأوائل من عبور البحر الكاريبي واستوطنوا هاتين الجزيرتين الكبيرتين. يحاول بعض العلماء مجددا أن يبرئ الإنسان العاقل ويلوم تغيرات المناخ التي تحتاج منهم أن يفترضوا أنه لسبب غامض ما ظل المناخ في الجزر الكاريبية ثابتا 7000 سنة، فيما سخن باقي نصف الكرة الأرضية الغربي. لكن في أمريكا لا يمكن التملص من كرات الروث، فنحن المذنبون. ليس هناك طريقة للالتفاف حول الحقيقة، وحتى لو حرضنا تغيير المناخ فإن مساهمة البشر كانت حاسمة. ننتقل إلى عنوان آخر، سفينة نوح. إذا جمعنا الانقراضات الجماعية في أستراليا وأمريكا وأضفنا إليها الانقراضات الأصغر نطاقا التي حدثت حين انتشر الإنسان العاقل في أفرو آسيا مثل انقراض كل الأنواع البشرية الأخرى، والانقراضات التي حدثت حين استوطن الجامعون الغابرون جزرا نائية مثل كوبا، فإن النتيجة الحتمية هي أن الموجة الأولى من استعمار العقلاء كانت واحدة من الكوارث البيئية الأكبر والأسرع التي أصيبت بها مملكة الحيوان. كانت الضربات الأصعب من نصيب المخلوقات الفروية الكبرى. في زمن الثورة الذهنية كان الكوكب منزلا لحوالي 200 جنس من الثدييات البرية الكبيرة التي تزن أكثر من 50 كيلوغراما. وفي زمن الثورة الزراعية بقيت منها حوالي 100 فقط. دفع الإنسان العاقل إلى الانقراض حوالي نصف حيوانات الكوكب الكبيرة قبل أن يخترع البشر العجلة أو الكتابة أو الأدوات الحديدية بزمن طويل. تكررت هذه المأساة البيئية بصورة مصغرة لمرات لا تحصى بعد الثورة الزراعية، فالسجلات الأثرية للجزر تحكي تباعا نفس القصة الحزينة. تنفتح المأساة بمنظر يعرض ثراء وتنوعا سكانيا من حيوانات ضخمة من غير أي أثر للبشر. في المشهد الثاني يظهر العقلاء، يستدل عليهم بعظمة بشرية أو ربما كسرة خزف. يتبعه المشهد الثالث سريعا، والذي فيه يحتل الرجال والنساء مركز المسرح، فيما تختفي معظم الحيوانات الكبيرة إضافة إلى عدة حيوانات صغيرة. تقدم الجزيرة الكبيرة لمدغشقر التي تقع حوالي 400 كيلومتر شرق أراضي إفريقيا الرئيسية، تقدم مثالا شهيرا. فخلال ملايين السنين من العزلة تطورت مجموعة متفردة من الحيوانات هناك، تضمنت الطير الفيلي وهو مخلوق عاجز عن الطيران، طوله 3 أمتار ويزن حوالي نصف طن، ويعد أضخم طير في العالم، والليمورات الضخمة الرئيسيات الأكبر في العالم.
تلاشت الطيور الفيلية والليمورات الضخمة، إضافة إلى معظم حيوانات مدغشقر الضخمة الأخرى. تلاشت فجأة قبل حوالي 1500 سنة، في الوقت ذاته الذي وطئت فيه أقدام البشر الأوائل أرض الجزيرة. في المحيط الهادي بدأت الموجة الرئيسية للانقراض حوالي سنة 1500 قبل الميلاد، حين استوطن فلاحون بولنزيون جزر سولمون وفيجي ونيو كاليدونيا. أبادوا بشكل مباشر أو غير مباشر مئات أنواع الطيور والحشرات والحلزونات والأحياء المحلية الأخرى القاطنة هناك. ومن هناك تحركت موجة الانقراض إلى الشرق والجنوب والشمال إلى قلب المحيط الهادي، مزيلة في طريقها تشكيلة الحيوانات الفريدة في ساوما وتونجا. سنة 1200 قبل الميلاد وجزر ماركيساس سنة 1000 قبل الميلاد وجزيرة إيستر وجزر كوك وهاواي سنة 500 عام قبل الميلاد وأخيرا نيوزيلندا سنة 1200 عام قبل الميلاد. حدثت كوارث بيئية مشابهة في كل جزيرة تقريبا من آلاف الجزر المنتشرة في المحيط الأطلنطي والمحيط الهندي والمحيط القطبي والبحر الأبيض المتوسط. اكتشف الأثريون حتى في الجزر البالغة الصغر دليلا على وجود طيور وحشرات وحلزونات عاشت هناك لأجيال لا حصر لها، فقط لتتلاشى حين وصل الفلاحون البشر الأوائل. لا توجد إلا جزر قليلة نائية جدا أفلتت من انتباه الإنسان حتى العصر الحديث، وحافظت هذه الجزر على تشكيلتها الحيوانية سليمة. ولنعطي مثالا مشهورا، ظلت جزر غالاباغوس غير مسكونة بالبشر حتى القرن التاسع عشر، محافظة بالتالي على تشكيلة حيواناتها والتي تتضمن سلاحفها الضخمة، والتي مثلها مثل دب الدبروتودون العتيق لا تظهر خوفا من البشر. أعقب انقراض الموجة الأولى الذي صحب انتشار الجامعين انقراض الموجة الثانية الذي صاحب انتشار الفلاحين، وهذا يمنحنا تصورا بالغ الأهمية حول انقراض الموجة الثالثة والذي يحدثه النشاط الصناعي هذه الأيام. لا تصدق حاضني الأشجار الذين يدعون أن أسلافنا عاشوا في تناغم مع الطبيعة، فقبل الثورة الصناعية بكثير حطم الإنسان العاقل الرقم القياسي متغلبا على كل المتعضيات والكائنات الأخرى في دفع أغلب أنواع الحيوانات والنباتات إلى الانقراض. وهكذا فإن لدينا تميز مريب كوننا النوع الأكثر فتكا في سجلات علم الحيوان. ربما لوع أشخاص أكثر بانقراضات الموجة الأولى والثانية، فستكون لامبالاتهم أقل تجاه الموجة الثالثة الذين هم جزء منها. ولو عرفنا عدد الأنواع التي استأصلناها فلربما سنتحفز أكثر للحفاظ على التي ما تزال باقية، وهذا الأمر مهم خاصة بالنسبة للحيوانات الكبرى في المحيطات، فعلى خلاف أقرانها في اليابسة كانت معاناة حيوانات البحر الكبيرة أقل نسبيا من الثورتين الذهنية والزراعية، لكن الكثير منها على شفير الانقراض حاليا نتيجة التلوث الصناعي واستخدام البشر الجائر للموارد المحيطية. ولو استمرت الأحداث بوتيرتها الحالية فمن المرجح أن الحيتان وأسماك القرش والتونة والدلافين ستتبع دببة الدبروتودونات وحيوانات الكسلان الأرضي والماموثات
إلى العدم. ومن كل مخلوقات العالم الكبيرة سيكون الناجون الوحيدون لطوفان الإنسان هم البشر أنفسهم وحيوانات الزريبة التي تخدم كعبيد في مطبخ سفينة نوح. ملاحظة: في هذا الموضوع هناك تشبيه لقصة نوح الخرافية، وهو لا علاقة له بسفينة نوح، بل إن الكاتب يلمح هنا أن هذه هي الأحداث الحقيقية لسفينة نوح التي ينبغي على الأجيال دراستها والاطلاع عليها بدل الخرافات والأوهام والقصص الدينية التي تضحك على العقول. إلى هنا ننهي هذه المحاضرة وسننتقل إلى الجزء الثاني من الكتاب، والذي هو مهم جدا، وهو بعنوان الثورة الزراعية، يعني نستطيع أن نقول هي بداية الحضارة واستقرار الإنسان في مناطق معينة. إلى هناك نلقاكم، وشكرا جزيلا لكم.